همسة عتب للزملاء اللي حولوا منشور الأسبرين لما حكينا عن دكتور لورانس كرافن من منشور تاريخي أدبي مع لمسة علمية نوعا ما إلى منشور علمي بدهم يناقشوا أنه شو هي استطبابات الأسبرين بالعام 2020. أنا عم أحكي من 70 سنة، وقتها كان التدخين أصلا ما معروف أنه أو ما مثبت أصلا بعده أنه هو السبب الأول للمرض القلبي. كان معظم الناس مدخنين بدينين، السكري كان منتشر ما العلاج، الميتفورمين أصلا أظنه اكتشف في 1959. يعني كان هذاك الزمن فعلا الأسبرين له وزنه، وهذا الدكتور لورانس كرافن فعلا يعني ترفع له القبعة أنه أول من أشار أنه يا جماعة الأسبرين مهم بالمرض القلبي، سواء بالوقاية البدئية أو الثانوية أو حتى العلاج. حتى بالعلاج ما كان موجود الأسبرين بهذاك الوقت. أحيانا الواحد يعني ربما الأفضل شوي يتخلى شوي عن العلم، مو دائما نحن حياتنا كأطباء علم. الجانب الأدبي والجانب الاجتماعي حلو حتى وإن كان بلمسة علمية صراحة. أحيانا القصص الواحد بيحاول يتغاضى شوي عن الجانب الدقة العلمية فيها، وإن كان نحن بالنهاية أطباء بس في إن أوقات الفراغ نتسلى فيها بشغلات علمية بس بشكل طريف. بحب أتشكرهم بنفس الوقت لأنهم خلوني أرجع للموضوع بشكل أكاديمي، خليني أقول وأرجع كمل بالإحصاء. هلا اخر شيء حكينا عنه كان النمبر نيدد تو تريت والنمبر نيدد تو هارم، ربما كانت الفكره ما انا واضحه لبعض الزملاء، فخليني احكي عن هذا الموضوع بالذات هو موضوع الاسبرين. حارجع انا رجعت لما قالت الابديت عن موضوع الاسبرين بالوقايه البدئيه، في جدول كتير حلو ممكن اقرا لكم منه هلا وتعرفوا شو كيف التطبيق العملي لهذا الموضوع. طبعا هنن بهذا الجدول درسوا اربع عناصر، انه تاثير الاسبرين على الوقايه البدئيه. طبعا معنى كلمه وقايه بدئيه انه شخص سليم معافى ما عانى من مرض قلبي ابدا، ونحن عم نعطيه الاسبرين على اساس انه نحن عم نقيه من المرض القلبي، هذا معنى الوقايه البدئيه. في وقايه ثانويه ما هي موضوعنا حاليا، هي موضوع ثاني، انه مريض صار معه اصابه قلبيه او وعائيه وعم نعطيه الاسبرين لمنع حدوث اصابه جديده، او نعطيه الاسبرين للعلاج بفتره الاصابه الحاده. هي ثلاث استطبابات صار. فإعطاء الأسبرين كوقاية بدئية ما له علاقة بالوفيات. الريليتيف ريسك كانت 0.97 أقل من 1، بس الكونفيدنس انترفل تبعها اللي حكينا عنه كان من 0.93 ل 1.02. لاحظوا أن القيم عم تتراوح حول الواحد، وبالتالي إحصائيا ما له مهم. فحسب هذا الجدول اللي هو مبني على عدة دراسات مش دراسة واحدة، مبني على عدة ميتا أناليسيس، الأسبرين كوقاية بدئية لا يقلل من الوفيات. ما هو مدى تأثيره على ستروك، على الحوادث الوعائية الدماغية؟ ما له أي تأثير. الريتيف ريسك كان 0.95 والكونفيدنس انترفل من 0.85 ل 1.06، وبالتالي عم يقطع الواحد، وبالتالي ما له علاقة بستروك. ما هأحكي عن تأثيره على السرطان، هأحكي عن تأثيره عن شغلتين، عن احتشاء العضلة القلبية، هل يفيد في الوقاية من احتشاء العضلة القلبية غير القاتل طبعا لأنه لأن الوفيات ما حتتأثر، وتأثيره على النزوف. في مجموعتين هن حاطين ثلاث مجموعات، مجموعات اللو ريسك والمودريت ريسك والهاي ريسك. حبسط الموضوع احكي عن اللو ريسك والهاي ريسك فقط. بالنسبة لعودة الاحتشاء طبعا هو احصائيا مهم، بيمنع عودة الاحتشاء. الريليتيف ريسك كان 0.83 بالمجموعات الثلاثة سواء او مجموع المجموعات، وطبعا الكونفيدنس انترفل كان 0.76 او 76% ل 90%، كلها اقل من واحدة، وبالتالي هو احصائيا يقلل من الاحتشاء بشكل هام. لكن وطبعا كمان بيزيد من النزف في شكل هام، الميجر اكسترا كرينيال بليدنج، يعني النزف خارج القحف او خارج الجمله العصبيه، كمان احصائيا بيزيدوا بشكل هام. الريليتيف ريسك كان 1.46، الكونفيدنس انترفل من 1.32 ل 1.62، كله اكثر من واحد، وبالتالي الاسبرين يترافق مع زياده النزوف خارج القحف. طيب كيف انا بدي اعرف اعطي توصيات؟ قسموا المجموعه، يعني قسموا المرضى لثلاث مجموعات، الهاي ريسك واللو ريسك والمودريت ريسك للمرض القلبي الوعائي. كيف بنحسب هذا الريسك؟ في كالكوليتر موجوده حاطين الرابط تبعها، بتشوف عمر المريض، بتشوف جنس المريض اذا كان اسود او غير اسود، بتشوف الذكر او انثى، بتشوف وجود السكري، وجود الضغط، وجود الشحوم، رقم الشحوم ورقم الضغط حتى بتعطي. فكل عوامل الخطوره بتحطهم سوا مع التدخين طبعا، وبتعطيك خطوره المرض القلبي الوعائي، اكثر من 20% يعتبر عالي الخطوره. اللو ريسك مثلا لو حكينا عن اللو ريسك، نسبه حدوث اصلا المرض القلبي الوعائي على مدى 10 سنوات بهدول المرضى اللي هن اللو ريسك، من اصل 1000 مريض حيصير معهم 23 مريض مرض قلبي وعائي بدون ما نعطيهم اسبرين. لو اعطيناهم اسبرين فحينزل الرقم من 23 ل 18، حننقذ خمس أشخاص
هننقذ مثل عفوا خليني اعيد الرقم من 27 بالالف اللي هي اصلا نسبه حدوث المرض القلبي الوعائي عند هدول المرضى اللي هن اللو ريسك، حننقذ 5 اشخاص من حدوث الاحتشاء باعطاء الاسبرين كوقايه بدئيه. عم نحكي عن اللو ريسك جروب. بالمقابل النزف اصلا نسبته 8 بالالف عند هدول المرضى، وحيزيد 4 اشخاص حيزيد ل 12 بسبب اعطاء الاسبرين. فعمليا نحن عم ننقذ 5 اشخاص من الاحتشاء وعم نسبب نزف لاربع اشخاص. ما حاحكي نمبر نيد تو تريت ونمبر نيد تو هارم لانه هذيك بدها تنحسب نسبه مئويه، حنحسبها بهالبساطه. من 1000 شخص 5 اشخاص انقذناهم من الاحتشاء و4 اشخاص سببنا لهم النزوف. عم نحكي عن اللو ريسك جروب بالمناسبه مره ثانيه. فعمليا لو حط بنسبه بسيطه بحساب بسيط 5 مقابل 4 بتاني عم ننقذ حياه مريض واحد بدون ما نعمل له، او عم نمنع الاحتشاء عن مريض واحد بدون ما نعمل له نزف، وبالتالي هي 1 بالألف. بالمقابل تذكروا انه في كم شخص، في اكثر من 970 شخص حياخذوا الاسبرين هذا كوقايه بديه، لا حيأثر عليهم لا ايجابا ولا سلبا. ف المنطق بيقول انه هدول المرضى ما لازم ياخذوا اسبرين، يعني في فرق احصائي هام بس سريريا ما نهام، وعم تعرض نسبه كبيره من المرضى او الاشخاص السليمين للدواء بدون اي فائده تذكر. هيك بتنحسب الامور صراحه، هيك الواحد بيقارن الفائده مع الضرر. باللو ريسك جروب التوصيات تبع الجمعيه القلبيه الامريكيه 2019 هن ضد انه يعطوا اسبرين كوقايه بدئيه، هي اخر التوصيات حطيت رابطها. بالمقابل هاي ريسك جروب، خلينا نشوف الهاي ريسك جروب من اصل خلينا نرجع لها. من اصل 1000 مريض حيصير 136 مريض ينصاب باحتشاء عضله قلبيه بالهاي ريسك جروب لو ما اعطيناهم الاسبرين. لو اعطيناهم الاسبرين حننقذ 23 شخص، يعني 136 ناقص 23 113 اظن حيصير معهم فقط احتشاء، وبالتالي حننقذ 23 من اصل 136. بالنسبة للنزوف عند هدول المرضى، نسبة النزوف اصلا 40 بالالف عند هدول المرضى الهاي ريسك جروب، حننزلها 18، حننقذ 18 مريض. وبالتالي نحن حننقذ من الاحتشاء 33 مريض وحنسبب النزف ل 18 منهم. فبحسبة بسيطة ربما يبدو انه التأثير ايجابي هون، يبدو. هلا لاحظوا انه مره ثانيه احنا عم نحكي عن اكثر من 950 مريض او اكثر من 900 مريض حياخذوا الدواء بدون اي فائده، هدول اللي هن لا حيصير معهم نزف ولا حيصير معهم احتشاء. فالنمبر نيد تو هارم او النمبر نيد تو تريت عالي كثير حقيقه، معنى اخر لازم تطبق الدواء على عدد كبير من المرضى قبل ما تشوف نتائج ايجابيه. التوصيات الامريكيه هلا الجمعيه القلبيه الامريكيه it might be considered، يعني ممكن نعتبره. قبل كانت توصيات اقوى من هيك، توصيات ضعيفه تعتبر، might be considered كثير ضعيفه. السبب انه في كثير تداخلات ثانيه ممكن تقلل الخطوره عند هدول المرضى، الستاتينات صارت عنصر هام، الرياضه، ضبط السكري، ادويه السكر، في كثير ادويه منها بتنقص الخطوره القلبيه، على الاقل في 3 اصناف منها بتنقص الخطوره. تنقيص الشحوم مثل ما قلنا، الرياضة، فإيقاف التدخين، فكتير تداخلات صارت أفضل من إعطاء الأسبرين بهالحالة. هذا باختصار، يعني أنا ما بعرف إذا وصلتكم الفكرة إنه كيف أنا بقارن البنفيت مع الهارم، النمبر نيد تو تريت مع النمبر نيد تو هارم، رغم إنه نحن ما استخدمنا الرقم هون بالضبط، استخدمنا على 1000، يفترض أنت تستخدم على مريض واحد. يعني أنت لو قلنا 1000 مريض حننقذ منهم، لازم حننقذ 5 منهم إذا عالجنا 1000 مريض، فلازم فالنمبر نيدد تو تريت صار 200 هون، لأنه كل 200 حتنقذ حياة مريض واحد، بس خليناها على 1000 مشان تكون الحسابات أبسط. المهم هي الفكرة. خلاصة الكلام، هذا مثال عن نتيجة هامة إحصائياً لكنها غير هامة سريرياً. نحن لو أعطينا الأسبرين فعلاً للمجموعات منخفضة الخطورة حننقص الاحتشاء عندهم، حننقصه بنسبة 1 مثل ما قلنا، 5 حننقذ 5 وحنسبب نزف لأربعة، وبالتالي بحسبة رياضية حننقذ 1 بدون ما نعمل له أي اختلاطات، وبالتالي هي 1 بالألف. هذا الرقم هام إحصائيا significant لكنه غير هام سريريا. فممكن ما شفتوا البي فاليو أقل من 0.05 بنقول إنه خلاص التجربة بناخذها على العين والرأس، لازم تشوف الأهمية السريرية لنتائج الدراسة. هذا كان تطبيق عملي للآخر حكي حكيناه بالدرجتين السابقات عن number needed to treat والnumber needed to harm والabsolute risk reduction والrelative risk. ممكن إن شاء الله نكمل بالمرات القادمة بأفكار إحصائية جديدة. السلام عليكم.